احنا كمان بنستنى الاسبوع، يعني نستنى يوم الاثنين نستنى علشان نلعب وننبسط فيه. منيح نلعب سكيت. الوقع بتعلم بس عشان المرتفعات وهيك، فماما كتبت قال علينا انه ننزل منها ونقع وهيك نتكسر. في تعليم وفي حركات يعني تقريبا كتير ما بتنتهي، فهذا اشي جميل انه مهما خلصت مثلا تقدر تتدرب حركات لبين ما تزهق. بلش 7 هيلز انهم يعملوا زي دونيشنز، يعني ويب سايت، بس مش اول ما بلش 7 هيلز كان في ويب سايت ريسنتلي انه نعمل ويب سايت، بس انه كنا نلم دونيشنز على السوشيال ميديا. الناس بلشت تبرعوا سكيت بوردز بمصاري، اشياء تتعلق بسكيت بوردز، والطلاب اللي بيجوا بنعيرهم سكيت بوردز على مدى الحصه مع وسائل حمايه، وبيلعبوا سكيت بوردز وبرجعهم انه اعاره. الموضوع في عنا غرفه تحت فيها سكيت بوردز، بنجيبهم بنعطيهم اياهم بيستعملوهم بندربهم ونرجع سكيت بوردز. كل اللاجئين لهم يوم معين، السودانيين مثلا يوم السبت بيجوا بصين، والاحد فري، الاثنين بيجوا مخيم غزه من جرش، الثلاثة للليدرز انه احنا بندرب الليدرز كيف يدربوا، والاربعاء على الار سي البنات، بس بنات هاي الحصه، خميس لللوكلز اللي هون اللي حابين يتعلم سكيت. ايش نعمل، وكل شخص بيختار مكان عشان يدرب فيه. نعمل الاحماء اول شيء، اول شيء عادي بالايدين بالجسم، بعدين بالسكتات، بعدين بننتقل انه حط كل شخص، كل مدرب ياخذ 5 بنات وبحطهم على كل موقع وبصير يدرب فيهم. الأهالي كتير حابين الموضوع، إنه بيجوا بقعدوا بيعملوا جمعة هيك، بوكلوا سناكس وهيك، أولادهم بكون يلعبوا سكيت بورد، مرات بيشاركوهم أو بيشاركوا معنا إنهم يعلموهم، إنه متعاونين كتير الأهالي وحابين الفكرة كتير. إحنا جينا زيارة على المكان شوية نغير جو، الحمد لله الأطفال حبوه وإحنا جينا، كل مرة نجي ونلعبون بيه، سكوترات أجيبهم. شافوا العضاية حلوة، احنا من العراق جايين زيارة هنا ودلونا على المكان حلو فاحنا جينا بيه. حاليا انا بشتغل مع منظمة أمريكية غير ربحية، هي تشتغل مع اللاجئين السوريين والفلسطينيين وكمان المجتمع المحلي الأردن وكمان الصومال، سودان، عراق، اكثر يعني من جنسيه. فبما انا بشتغل هناك كوتش معاهم فصار هذا التدريب للبنات، فحكوا معي انه اذا بتقدر تصيري تجيب البنات على الحديقه عشان يدربوا على السكيت، وحكينا مع الاهالي وتم القبول من الاهالي. بصير عندنا تدريب خاص للبنات، يعني بالشتوية صار 3 أشهر وهلأ بالصيفية هاي شهرين، واليوم صارت شغلة معنا أنه بعد ما طلعت من المنطقة بتحكي علي، بترن علي الأم بتحكي لي أنه البنات جاهزين، بحكي لها طب نحن وصلنا يعني طلعنا من المنطقة، بتحكي لي يا ناس الله يخليك رجعي لي، وصارت تبكي على التليفون. فأنا عن جد رجعت لها، يعني كتير في تطور. يعني أول ما أجينا كانت يوم بنت وقع على رأسها، يوم توقع على يدها رجلها، هلا بتلاقيهم متمكنين اكثر، حريصين اكثر، بدهم يلعبوا ويتابعوا، بس مع هاد ينتبهوا لحالهم. عندنا بنات كثير صغار عمر 7 سنوات ما شاء الله متقنين، يعني بيقدروا ينزلوا نزله من مكان عالي لتحت اكثر من الصبايا اللي عمرها 13 و14.